Hi there, I and my buddy Joe English are sending our regards. Today, we will do a general English test for third year secondary English from Longman Tests. Uh, هنعمل اختبار شامل ثالثة ثانوي uh, لغة انجليزية من اختبارات uh, Longman فتابعونا. طيب أول سؤال بيقول uh, You can join the meeting by clicking on the link I sent you. You can join the virtual meeting. Tell me if you link. I'm going face to about virtual. It's not face-to-face. It's online. Virtual is the correct B. Type question number two. I had to my mobile during the meeting, so no one would hear it while it rang. No one would hear it. I'm mute. يبقى مش, مش بقفله خالص turn off لا أنا بعمله mute يبقى بمعنى <coughs> يعني put it uh, on the silent mode يبقى mute هنا مستقدمة كverb uh, I had to mute my mobile يبقى mute أي الإجابة الصحيحه طيب number three the internet is quite strong in the office so you can do all your online tasks easily يبقى the online أو the internet Connection. The internet connection is strong in the office. الاتصال بالنت قوي في المكتب وبالتالي you can do all your online tasks. يبقى connection b الإجابة الصحيحة. Type طيب number four I usually turn my computer when I leave the office. يبقى turn إيه؟ turn off. ما أقدرش أقول turn on when I leave. خلاص I leave the office, I turn off ذا كمبيوتر خلي يا جماعه الجرامر والفوكاب معتمدين اعتماد اساسي على الميننج يعني ما ينفعش اتعامل مع الجرامر ان افاكيوم ما ينفعش اتعامل مع الفوكاب كده وخلاص لازم يكون المعنى واضح بالنسبه لي ويبقى فيه في الجمله او الجمله اللي بعدها كلو يخليني اختار اختيار معين بناء على المعنى طيب واحد بيغادر المكتب يبقى التالي لازم هيطفي جهاز الكمبيوتر مش منطقي ان هو يشغله وهو مش موجود اما يمشي يشغله it doesn't make any sense. وبالتالي لازم اختار ايه؟ Switch off او turn off طالما ان انا بغادر المكتب يبقى سي. طيب سؤال نمبر 5: if you neglect your work it will be difficult to catch يبقى كاتش ايه؟ لو انت اهملت عملك هيكون صعب انك انت يعني تحاول تعمل الحاجه المطلوبه منك يبقى catch up. يبقى كلمه كاتش اب وذ يور تاسكس تحاول ت تعمل المهام المكلة بيك إلى آخره يبقى كلمة كاتش أب الإجابة الصحيحة اللي هي دي أوكي okay. ولاحظ إن الفريزل فيربس لها معاني اصطلاحية لازم أكون عارفها أوكي كاتش يعني كاتش سامثينج with his hands uh, especially if it is moving like catch the ball uh, and so on بس لما اقول catch أب يعني uh, يعني يحاول يعمل الاشياء المطلوبه منه يعني I'm catching up with the classes. Uh, بشوف الكلاسز اللي, اللي أنا مثلا حضرتها في الجامعة أو في المدرسة وبذاكرها وبكون up to date uh, آخر حاجة إيه بعملها يعني يبقى إيه ده معنى كلمة catch up يبقى إيه دي. طيب نمبر 6 <coughs> the young man was arrested after the police discovered that he had been in a fight. يبقى إيه he had been إيه؟ he had been engaged in a fight. ما ينفعش أقول entered هنا. Okay. هو كان متورط يعني او مشارك في خناقه او فايت وبالتالي اكيد في حاجه مش مضبوطه فـ the police arrested him يبقى engaged in الاجابه الصحيحه A طيب number سفن بيقول um, revenge on those who have insulted you will never give you a sense of peace يبقى taking revenge انك انت تنتقم من الشخص اللي هو اساء ليك او ان هو شتمك ده مش هيؤدي إلى شيء كويس أو إلى peace، أوكي؟ okay? يبقى Taking revenge، يبقى سي الإجابة الصحيحة. To take revenge uh, on somebody يعني ينتقم من شخص لأنه عمل شيء سيء فيه. يبقى سي تيكينج الإجابة الصحيحة. طيب ننتقل لسؤال نمبر 8 بيقول She is very rich. She has a fortune from her late grandfather. She has inherited. يبقى هنا تصريف الثالث من inherit inherited يعني ورثت ثروة كبيرة من جدها يبقى بي inherited الإجابة الصحيحة أوكي يا نمبر nine we should find ways of staying in with each other for the time being I think emails will be fine يبقى ده برضه اصطلاح تاني معناه in touch keep or stay in touch معناه يظل على التواصل مع بعضنا البعض، يبقى staying in touch with each other، يبقى سي الإجابة الصحيحة. Okay؟ uh, Alright، uh, number 10، please turn the sound. I can't hear you clearly. ده بقى مثال كويس للحاجة اللي أنا قلت لك عليها إن المينينج هو اللي بيوضح المعنى اللي بيخليني أشوف اختار ايه كجرامر او اختار ايه كفوكابيلاري فهو تكمله الجمله بيقول ايه تيرن ذا ساوند وبعدين فراغ اي كانت هير يو كليرلي انا مش قادر اسمعك كويس يبقى في الحاله ديت طالما مش قادر اسمعك يبقى أو عايز يعلي الصوت يعني عايز يعلي الصوت يبقى تيرن ذا ساوند اب ما اقدرش اقول تيرن ذا ساوند اوف يعني اطفي او تيرن ات داون لان الجزء الثاني من الجمله هو اللي بين لي المعنى I can't hear you clearly. يعني مش قادر اسمعك وبالتالي هو عايز يرفع الصوت يبقى turn the sound up أي اوكي؟ okay. uh, وبالتالي زي ما قلت لكم يا جماعه المينينج هو مهم جدا جدا في اختيار كلا مثلا vocabulary ايديومز والجرامر بدون المعنى ما اقدرش اعمل اي حاجه من دي مهم جدا من الموضوع ده طيب نمبر 11 <applause> can you think of a to the problem of noise in your city يبقى can you think of a solution to the problem of noise؟ هل تقدر تفكر في حل لمشكلة الضوضاء في المدينة في المدينة بتاعتنا؟ يبقى of a solution. هنا solution بالإجابة الصحيحة. سؤال number 12، an efficient should be promoted to motivate them to achieve more success. يبقى an efficient employee، يعني الموظف الكفء should be promoted يجب ان يرقى ما ينفعش بقى اقول امبلوير uh, تمام لان الامبلوير هو صاحب العمل ما اقدرش اقول يرقى صاحب العمل لازم اقول الامبلويي اللي هو الموظف يعني وده عايزين نرقيه ليه عشان uh, نحفز الاخرين ان هم اتشيف مور سكسس ونحفزهم هم كمان اللي يتم ترقيتهم دول عشان يحققوا مور سكسس فده برضو مثال تاني لان الجمله ديت احنا بنرقي الموظف وليس صاحب العمل ما ينفعش اقول an efficient employer should be promoted ان المعنى مش هيبقى فيه معنى لهذا المعنى هيبقى غير صحيح يعني لكن المعنى الصحيح اقول an efficient employee اللي هو الموظف الكفء should be promoted يجب ان يرقى عشان يعمل مور سكسس يعني يبقى دي الاجابه الصحيحه وليس سي طيب نمبر 13 my teacher has given us some study so we can improve our achievement. يبقى المدرس بتاعنا ادالنا ايه؟ some study tips. هنا tips معناها نصائح advice. احنا عارفين tips لها معاني كتير the tip of something معناها المقدمه او اعلى حاجه في الشيء the tip of the mountain و ممكن يكون معناها بقشيش اللي إن انت بتدفعه مثلا يعني the change that you leave Uh, to a waiter مثلا in a restaurant لكن tip او tips ايضا تيجي بمعنى advice يبقى ده احنا بنفهمه من السياق فهنا بيقول ان التيتشر uh, بتاعي اعطالنا نصائح للمذاكره uh, عشان uh, to improve our achievement يعني نحسن من القدره التحصيليه بتاعتنا يبقى هنا tips c uh, الاجابه الصحيحه والمعنى advice طيب number 14 some people have problems while studying and it might help to get up and move around. يبقى some people have problems while احنا بنتكلم على people يبقى while they are studying. ما ينفعش اقول while we are studying. بعض الناس عندها مشاكل اثناء ما هم بيذاكروا وفي في بعض الاحيان مع بعض الناس it might help to get up and move around. الشخص مثلا اللي عنده فرط حركه وممكن وهو بيذاكر يقوم ويلف في الأوضة بس to move around ده بيخلي التركيز عنده أحسن لكن الشخص الطبيعي أو العادي لا أوكي يبقى هنا الضمير فهمناه من المعنى some people يبقى أقول they are studying while they are studying يبقى إيه الإجابة الصحيحة ما ينفعش أقول some people في الأول وأقول we are أو he is ده كده المعنى مش مظبوط زي ما قلت لكم المعنى بيخلينا نختار الجرامر او أجزاء الكلام البارت اوف سبيتش او البروناون المناسب الى اخره يبقى ايه الاجابه الصحيحه طيب نمبر 15 uh, dont give on your dreams one day you will achieve them طبعا احنا عارفين الفريز الفيربس بيبقى المعنى بتاع ايديوماتيك فهو أنا بيقول لي ايه dont give up on your dreams بمعنى ايه لا تفقد الامل في احلامك لا تتخلى عن احلامك لان one day you will achieve them. طالما انت مؤمن بقدراتك وبالأشياء ديت اللي انت عايز تحققها يبقى انت هتحققها في يوم من الايام يبقى dont give up النصيحه بقى ان انت يو dont give up on your dreams لا تتخلى عن حلمك او عن احلامك واحنا عارفين طبعا ان جيف اب معناه اصطلاحي بمعنى يتخلى عن طيب يبقى بي الاجابه الصحيحه نمبر 16 Um, a good teacher never uh, a, single technique. They always use different uh, strategies. وهنا المفروض بيقول strategies بس الاس خطأ uh, طباعي مش مكتوب يعني. بيقول إن المدرس الشاطر أو الناجح ما ما بي, يعني لا يعتمد أو لا يستخدم أسلوب واحد فقط في التدريس. Single technique. ما اللي بيعمل إيه؟ They always اللي هم المدرسين الشاطرين يعني use different strategies. بيستخدموا استراتيجيات ووسائل وطرق تدريس مختلفة عشان طبعا يعني يرضج كافة الطلاب. يبقى إذا هنا a good teacher never adopts بينفي استخدام never لا يتبنى أو لا يستخدم أسلوب واحد فقط يبقى adopts see الإجابة الصحيحة. طيب uh, number 17 I didn't go out since I had to spend the weekend catching the lessons احنا قلنا كلمة catch up قبل كده معناها يلحق يعني يذاكر لحد آخر حاجة فكلمة catching up with the lessons إن هو يعني يذاكر آخر شيء خده من الدروس يبقى ما قدرش يخرج ما كنتش قادر أخرج since I had to هنا since مستقبل بمعنى because because I had to spend the weekend كان يعني متوجب عليا أقضي الويك إند catching up with the lessons يعني أعمل آخر حاجة في lessons واذاكر الحاجات المتأخرة عني يعني عني يبقى catching up with دي الإجابة الصحيحة uh, alright uh, سؤال number 18 بيقول I am going to back <coughs> I am going to back up my uncle from the airport this means that I am going to كلمة back up my uncle معناه إيه بقى معناها meet my uncle at the airport and take him to another place ممكن home أو to a hotel أو إلى آخر إذا سي الإجابة الصحيحة كلمة pick up somebody from the airport معناها to meet that person and give him a lift تدي توصيلة للمكان اللي هو عايز يروح إذا سي meet my uncle at the airport and take him to another place هو ده المعنى المقصود طيب uh, number 19 i am completely that buying this bag is a good decision يبقى i am completely ايه convinced طبعا الـ الـ الصفه في التصريف الثالث او الـ يعني التصريف الثالث من الفعل بيستخدم كصفه زي كلمه i am convinced انا مقتنع لما اقول بقى completely او totally convinced يعني مقتنع تماما بكمل بقى إن buying this bag is a good decision يبقى convinced c الاجابه الصحيحة. طبعاً لو قلنا forced ما ينفعش، أنا مجبر لا ما ينفعش، المعنى غير صحيح. Uh, I am agreed برضه ما تجيش. I am disagreed It doesn't make any sense. agree و disagree ما بيجيش في التصريف الثالث بالصيغة دي. يبقى I am completely convinced أنا مقتنع تماماً. وبالتالي المعنى هو اللي بيخلينا نختار كلمة معينة أو فعل أو phrasal verb أو تركيبة من تركيب الجرامر أو تركيبة من الـ الـ words الوردز والفوكاب وبالتالي يا جماعه المعنى زي ما قلنا مهم جدا واساسي في اختيار الجرامر او اختيار الايه Vocab المناسب فهنا سي الاجابه الصحيحه طيب السؤال نمبر 20 the sound was terribly loud so i asked her to turn it off دي جمله غير اللي كانت قبل كده قلناها من شويه ان انا ما كنتش سامع الصوت فبقول له turn up the sound يبقى علي الصوت شويه. هنا بقى هي بتقول ايه؟ The sound was terribly loud يعني كان عالي جدا مرتفع جدا. So I asked her to turn it وبالتالي طلبت منها ان هو ان هي ايه؟ to turn it down يبقى هنا المعنى ان توطي الصوت شويه. لو قلت turn it up يبقى المعنى ما فيش معنى صحيح خالص. إذا كان هو أصلاً في أول الجملة بيقول الصوت كان عالي جداً terribly loud يعني عالي لدرجة كبيرة أو فظيعة يبقى أنا ما أقدرش أطلب منها تعلي الصوت أكتر عن كده يبقى الطبيعي أو المنطقي إن أنا أخليها أو أطلب منها إنها توطي الصوت شوي يبقى so I asked her to turn it down يبقى بي الإجابة الصحيحة طيب سؤال 21 Have you the software of the new application? Yes, it is very useful. يبقى have you installed have you installed the software هل ركبت السوفت وير الجديده بتاعت النيو ابلكيشن يبقى هنا انستولد هي المعنى الصحيح كانسلد ما ينفعش لان هو في الاخر بيقول ات از useful يعني هي حاجه مفيده وبالتالي هل ركبت هذه السوفت وير الجديده Installed طبعا ما ينفعش كلمه انستيل ديت معناها يقطر حاجه يعني عمليه كيميائيه و أجري ما تنفعش هنا يبقى هنا installed هي المعنى الايه؟ الصحيح. have you installed the software؟ يعني هل ركبت السوفت وير الجديد؟ يبقى سي الإجابة الصحيحة. طيب السؤال 22 uh, which mobile phone have you decided uh, sir؟ يبقى طبعاً لو أقول decide بي uh, بعدها إيه عشان المعنى هو المعنى هنا عايز يقول إيه؟ يعني أنهي موبايل آه خلاص رسيت عليه أو اخترته؟ فكلمة decide هنا بمعنى يختار decide on decide on يعني يختار حاجة هيشتريها يبقى يعني ما ينفعش أقول بقى up ولا at ولا to هنا ال prepositions دي كلها خطأ decide لما بيجي بعدها on بمعنى يختار شيء معين which mobile phone have you decided on sir طبعا هو واحد في محل شوب assistant بيسأل كاستمر بيقول له انهي طبعا فرجوا موبايلات اكثر من واحد وبالتالي جاله بعد شويه بيقول له ويتش موبايل فون هاف يو ديسايدد اون سير يعني انهي موبايل انت اخترته يعني او قررت ان انت تشتريه يبقى decided on دي الاجابة الصحيحة طيب السؤال 23 if you want to study for a math exam a list of the topics you need to know يبقى عندنا الوقت F اللي هي zero conditional اما بستخدم فيها want في المضارع الجملة الثانية ممكن اجيبها برضو في المضارع make a list of the topics if you want to study يبقى make a list of the topics لو عايز تذاكر عشان الاختبار math مثلا اعمل لستة uh, بال اللي انت محتاج تعرفها يبقى make a list of the topics uh, طبعا make هي uh, order يعني او uh, imperative يعني جمله امريه وتعامل معامله اكنك بتتكلم في البريزنت بالظبط يبقى اذا بي الاجابه الصحيحه طيب 24 I can't on a hard work for more than five hours. I'm afraid of making mistakes. يبقى I can't a concentrate. Okay. ما اقدرش اركز في عمل صعب لاكثر من خمس ساعات، انا خايف اعمل ايه اخطاء بعد كده. يبقى كلمه concentrate هي الاجابه الصحيحه. يبقى C الاجابه الصحيحه. طيب نشوف 25 بيقول after I finish answering all the questions, I usually a quick revision. يبقى I usually do a quick revision. هي yeah, uh, الجملة revision uh, حكاية revision ممكن أقول do a revision أو make a revision. okay كلاهما صحيح. بس هو هنا بيقول do a quick revision لما أكون uh, uh, يعني يعني نظرة سريعة كده براجع سريعا على الحاجة. يبقى I usually do A quick revision A. خلي بالنا ان في حاجات اصطلاحيه بتيجي مع do زي do my homework, do the housework آه وفي حاجات بتيجي اصطلاحا مع make زي make a cake, make a plan, make a decision and so on. ففي حاجات ما ينفعش تيجي مع هنا و يعني لازم تيجي مع حاجه معينه وفي بعض الحاجات ممكن استخدم الايه الاثنين يعني تنفع. اوكي؟ مع اختلاف بسيط في المعنى. طيب السؤال 26 بيقول I need I need to a new antivirus from a trusted website يبقى I need to download طالما أنا عايز أعمل يعني أنزل أو أحمل antivirus من موقع uh, trusted يعني uh, موثوق فيه يبقى أنت عايز ايه؟ download فأنت خايف ليكون الحاجة اللي أنت هتنزلها دي يكون فيها فيروس أصلا وبالتالي trusted down uh, website خلاني اشوف او اعرف ان انا عايز اعمل ايه داونلود اوكي okay? انا مش هعمل ابلود بقى انا هعمل داونلود يبقى بي الاجابه الصحيحه طيب السؤال 27 بيقول I intend to the faculty of engineering after I finish secondary school طيب المعنى بيقول انا عايز التحق بكليه الهندسه بعد ما اخلص دراساتي الثانويه فبمعنى يلتحق بكليه كطالب او بهدف الدراسه هنا بمعنى جوين ما ينفعش اقول مثلا جو وانرول يبقى لازم اقول انرول ان او انرول ات لازم يبقى فيها حرف جر يعني انما يعني يدخل كليه بهدف انه يلتحق بيها يعني كطالب يبقى ديت جوين وفي الحاله ديت ما ما بتاخدش حرف جر بعدها يبقى I need to join the faculty of engineering. سي الإجابة الصحيحة. طيب السؤال 28، my friend's health has since he started smoking. آه أنت بتتكلم على صديقك بتقول إيه اللي حصل في صحته منذ أن بدأ التدخين؟ طبعًا التدخين حاجة سلبية يبقى لازم أكيد صحته تدهورت أو تأثرت سلباً يبقى declined ما ينفعش أقول increased أو improved وإلا المعنى هيبقى غير صحيح. ما ينفعش اقول واحد بدا التدخين وصحته اتحسنت فده كلام فاضي يعني كلام نوت آه لوجيكال او مش منطقي وبالتالي زي ما قلت لكم يا جماعه الميننج از بيفيتال وين وي تشوز ذا فوكابولري اور جرامر المعنى اللي بيخلينا اختار الفوكاب معين او جرامر جراماتيكال ستراكشر معينه هي اللي هتبقى متناسبه مع المعنى وبالتالي هنا مثال هو صديقي اللي حصل له منذ ان بدا التدخين يبقى هيز هيلث هاز declined اكيد يبقى دي دي الحاجة المنطقية، صحته تدهورت أو بدأت تتأثر منذ أن بدأت التدخين، يبقى دي الإجابة الصحيحة. طيب السؤال 29: I got a plumber to the new washing machine. أنا طلبت من plumber اللي هو سباك إن هو يركب الwashing machine، يبقى بالتالي install يبقى to install الإجابة الصحيحة. فإحنا ما قلنا بقى طبعًا ما ينفعش أقول install بمعنى يقطر لعملية كيميائية ولا جوين ولا كوميونيكيت اللي هو هيعمل ايه في الواشنج في ماشين هيركبها اوكي يبقى انستول الاجابه الصحيحه اخر سؤال نحله مع بعض النهارده اللي هو 30 uh, a lot of people still believe magic يعني في ناس كتير ما زالت بتؤمن عايز اقول تؤمن بكذا يبقى believe ان فكلمه يؤمن بكذا يعني believe in ما ينفعش اقول believe with ولا believe at اللي احنا قلنا الفريزال verbs دي حاجات اديوماتيك لازم اكون عارفها وعارف المعنى بتاعها ويعني ما يعني ما ينفعش اتوقع المعنى بتاع الفريزر فيرب ككل من الاجزاء بتاعته، يعني من الفعل او البريبوزيشن او البارتيكل المستخدم معاه، لان زي ما قلنا المعنى بيكون اصطلاحي في في معظم الاحيان وانا هديك مثال على كده. احنا قلنا جيف يعني يعطي، بس لو قلنا جيف اب ما فيش اعطاء خالص، معناه يقلع عن شيء، يبطل يعمل حاجه. اوكي؟ آه برضه كلمة مثلا تيك تيك معناها يأخذ لو قلنا تيك اوف يا إما يخلع ملابسه تيك اوف هيز كلوز مثلا in the changing room لو هو بيقيس حاجة جديدة مثلا في محل أو تيك off لما بنتكلم على الطائرات بمعنى تقلع الطائرة يبقى المعنى ملوش علاقة خالص بالفعل الموجود في الفريزال فيرب آه وهديك مثال آخر لو قلنا مثلا آه فعل زي كيك ذا bucket يعني فريزال verb كيك بمعنى يرفص او يركل وباكت معناها دلو صغير كيك ذا باكيت مش معناها خالص ان هو يركل الدلو هي دي معناها اصطلاحي بمعنى ان هو تو باس اواي شخص يتوفى او يموت بنقول تو باس هي باست اواي او هي كيكت ذا باكت نخلي بالنا يا جماعه ان الفريزل بيربس دايما معناها ايديوماتيك او اصطلاحي فنخلي بالنا دايما من الافعال اللي بستخدم بعدها حروف جر او بارتيكلز بمعنى اصطلاحي والفريزل وال وال فرب لازم اكون عارف معناه او حفظت معناه خلاص لما عرفته واستخدمته كذا مره لان ما ينفعش اتوقع المعنى زي ما قلنا من اجزاء الفريزل فرب بما فيها برضو المثال اللي احنا قلناه دلوقتي اللي هو بيليف ان كلمه بيليف ان بمعنى يؤمن بي كذا بيليف بس معناها يعتقد زي ثينك مثلا something انما لو اضفت لها ان معناها يؤمن بي كذا. يبقى إجابتنا هنا الإجابة الصحيحة A، Believe In أه نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تابعونا في الفيديوهات القادمة، هنكمل حل اختبارات شاملة أخرى لطلاب ثالثة ثانوي، ونتمنى التوفيق لجميع الطلاب.